وحضاره. سعيد نجيب، نقابه الفرعيه شمال الجيزه، معاشات. طلباتنا زياده المعاشات 30%. انتوا عملتوا وقفه النهارده ولا دي مسيره؟ كان عملنا الحد اللي فات، عملنا الحد اللي فات مسيره من طلعت حرب للتامينات على في هنا في القاهره. النهارده وقفنا عملنا مسيره فينا اهو في طلعت حرب وللتامينات، ورجعنا تاني، وفي نفس الوقت مسيره في باقي المحافظات. ما كانش البناء لحد الجاي، ما كانش هيبقى طلب تاني. تبع الاتحاد المعاشات. تبع الاتحاد المعاشات. طيب. مطالبكم ايه بقى؟ 1 2 3 4 كده. طلبنا زياده المعاشات موجوده 6 قدام، زياده المعاشات 30%، عايزين علاوه دوريه للمعاشات سنويه. عايزين حد ادى المعاشات 80% ولا كل على 80% من اللي هتتكرر اللي عاملين بالدوله. عايزين علاوات 2005، علاوات 2005 و2006 2007 والاسر راجع بتاعهم، وبرده وعايزين الاسر راجع بتاع 2008. احنا صرفنا الاجر راجع على 2008 الفرق، لكن ما صرفناش الاسر راجع بتاعها. عايزين الاسر راجع بتاع 2008. عايزين يلغي. قابلتوا حد من المسؤولين؟ اتكلمنا قابلنا وزير التامينات ووافقت معانا على 10%. قالت عدت اديكم 10، اديكم 10% بدل 30. رئيس النقابه ورجعت في كلامها، مفيش كلام، مفيش حاجه. فاحنا بنطالب ب 30%، مش عايزين 10. هي قالت 10، عايزين 30 مش 10. ال 10 هي قالتها ورغم كده ما نفذتهاش. جرايد لا. تعرفنا وحضرتك؟ مجدي سعد زغلول، مفتش تموين سابق وزاره التموين والمعاش حاليا، ورقم معاشي 36 26 711، ورقم موبايلي 012 032 2570. انا اطرح سؤال لرئيس وزراء مصر الدكتور جمال الجنزوري، وقبل، هل يستطيع مواطن مصري شريف يحمل الجنسيه المصريه ان مريض بمرض مزمن وبيبلغ من العمر ارذله ياخد ويعول اسره مكونه من زوجه وثلاث ابناء في المراحل التعليم المختلفه، يديله معاش 193 اقل من 3 كيلو لحمه بلدي ينفع؟ يا انا عاوز اساله سؤال، هل يقدر يستطيع دكتور الجنزور ينزل لوسط البلد يشتري جرافات او يشتري قميص بهذا المبلغ؟ عاوز الاجابه على هذا السؤال. وبعدين اقول له انت فاضلك 3 4 اشهر وماشي، اعمل لاخرتك، اعمل لاخرتك، اعمل لاخرتك، اعمل لاخرتك. دي الناس دي غلابه، الناس دي بتاعت المعاش مش بلطجيه، دي ناس كبيره، اللي عنده القلب واللي عنده كذا كذا مرض. الناس دي حرام تديهم معاشات زي ديت. انا كنت مفتش تمويل في وزاره التموين 20 سنه خدمه، وتديني معاش 193 جنيه؟ حرام حرام. انت هتقابل ربنا، ربنا هيحاسبك. الناس دي بتشحت، بتتسول، ربنا هيحاسبك. يقول لك بتاع ده امير المؤمنين الفاروق عمر، الراجل نايم عند شجره، فبيقول للراجل ده، الراجل ده مين ده؟ قال له ده امير المؤمنين. قال له معقوله ده نايم؟ قال له ده حكم فعدل فنام. العدل اساس الملك. عدلت نمت. عدل العدالة الاجتماعية اللي في الثورة، العدالة فين العدالة؟ العدالة الاجتماعية ان الناس دي فقيرة غلبانة دقة بتشحت. هيقول لي بقى الاقتصاد ايه؟ بص، الاقتصاد ما فيش اقتصاد، عجلة الانتاج، الاستثمار، السياحة، الكلام ده ما ياكلش علينا. ليه بقى؟ عشان في صناديق خاصة، في الناس اللي بتاخد مليون جنيه وواحد زي واحد بياخد 193 جنيه، ادي من ده، ادي للراجل الغلبان ده كده. او في مجتمعات، المجتمع المدني، الشيخ الازهر فين؟ عنده مؤسسه علي الوضع، علي جمعه، فين الناس دي؟ فين محمد حسان؟ فين الجماعه الاسلاميه؟ فين شيخ الازهر؟ فين مفتي الديار المصريه؟ ازاي يقبل على مواطن مصري ياخد 193 ويعيش ازاي؟ يعيش ازاي؟ حرام عليكم، حرام عليكم. انا يا عم لو مش مزودني المعاش بتاعي، انا يا عم انا مش عاوز الجنسيه المصريه دي، هاخد عيالي ووديني بره الحدود، ارميني انا وعيالي بره الحدود، مش عارف اعيش بشحت، بشحت. سليمان عباس احمد حسن ابو دراع. قول يا عم سليمان، بتعمل ايه النهارده؟ انا ما بعملش حاجه، واقف هنا اهو بطلب بحقي، وده المعاش بتاعي 169 جنيه. سمير رضوان زوده ب 25 جنيه، معايا ثلاث صبيان وبنت وامهم مريضه نفسيا، بدفع ايجار وبدفع كهرباء وبدفع غاز، مش عارف اسد الغاز اللي عليا اهو، حق الغاز اللي عليا مش عارف ادفعه، ولا حق الكهرباء عليا من 2004 كهرباء. انا حسني مبارك بقى بيغرم الدوله كل يوم مليون جنيه في المحكمه، رايحه جايه رايحه جايه بطياره وقلب الدماغ ودوشه. فين الصناديق الخاصه بتاعت
الصناديق الخاصة بتاعت الكارتة وبتاعت الإعلانات وبتاعت الحاجات دي. المفروض تخش الصناديق الخاصة دي الجنزور ياخدها ويدخلها خزانة الدولة عشان يصرف على المعاشات. فين الغاز؟ فين البترول؟ فين قناة السويس؟ فين استمارات البطاقة ب 15 جنيه وشهادة الميلاد ب 7 جنيه 22 جنيه؟ 22 جنيه احنا 85 مليون، ال 85 مليون طلع منهم 35 مليون عيال أسر، يبقى ال 50 مليون لا مؤاخذة بيعملوا بطاقة قومية. البطاقة القومية ب 22 مليون ب 22 جنيه ب 50 مليون يعملوا قد إيه كل سنة؟ بيروحوا فين؟ بيروحوا فين؟ أنا عندي بنت مش عارف أجهزها، عندي بنت مش عارف أجهزها.